السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله حلقة النهاردة من برنامج كن داعيا للخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، ويا رب يكون رمضان سعيد عليكم ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في رمضان شهر الخير والبركة والإحسان، وما زلنا ندعم القضية الفلسطينية وفاكرينهم وما نسيناش أبدا أهلنا في غزة. اللهم النصر الأعظم لغزة وأهلها، اللهم اجعل لهم رمضان راحة وسكينة ونصر يا رب العالمين. وما تنسوش تدعو لهم في الشهر الفضيل، وأبشروا لعل النصر قريب، وما النصر إلا من عند الله. وأتمنى كلنا ندعي ونقرب لربنا بالعبادات والعمل الصالح وقراءة القرآن، وننتهز شهر رمضان ونخرج منه وإحنا مغفور لينا بإذن الله. شهر رمضان خير أيام السنة، والإنسان المؤمن بيسعى ويجاهد علشان ينول مغفرة ربنا ويدخل في رحمته. وعلى ذكر السعي والجهاد، فالسعي مش مقتصر أبدا على شهر رمضان، المفترض أن المسلم مطالب طول حياته بالسعي لرضا ربنا، أما الجهاد فإحنا ملزمين به في رمضان علشان نفسنا وعلشان نخرج من رمضان وميزاننا مليان بالحسنات ونكتب مع الصالحين اللي هنحشر معاهم يوم القيامة. وعلشان كده بنصح نفسي وكل اللي بيسمعني أنه ينتهز رمضان بكل ما فيه من عبادة وتقرب لربنا بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والتسبيح والزكاة والمداومة على ذكر الله وصلاة التراويح. في طرق كتير للتقرب من ربنا، وقد ايه هتحس بالمتعة والراحة النفسية وانت بتنوع ما بين عبادتك طول اليوم. وكمان الدعاء في رمضان تحديدا مختلف، ثق في الله واعرف انه استجاب. انت هتؤجر على الدعاء، دعواتك معلقة عند رب العالمين وهيستجاب بإذن الله. قال: ادعوني استجب لكم، ولا تنسوا العشر الأواخر، والتمسوا وارتقبوا ليلة القدر، ليلة تنزل فيها الملائكة، ليلة خير من ألف شهر. انتهزها بقيام الليل والتضرع إلى الله: إن الله غفور رحيم، وجعلوا لأهل فلسطين من دعائكم نصيب. ومرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، واسمحوا لي أتكلم عن ضيفة حلقة النهاردة، فهي موهبة متميزة، خلوني أقول عنها إنها تستحق موهبة لقب جوهرة، جوهرة فريدة من نوعها، صاحبة الصوت العذب، بنوتة عرفت توظف صوتها وتستخدم كل نبرة بأداء عالي جدا. وعلشان ما طولش أكتر من كده، أرحب بضيفة القمر المنشدة وقارئة القرآن جنى هاشم محمد هاشم. أهلا بيك يا جنى. كلمي في المايك. أهلا أهلا بيك، قربي كده من بقك وتكلمي. أهلا بيك يا جنى. جنى، انت ما شاء الله عليكي جميله قوي وموهوبه كمان. في الاول كده عرفيني بنفسك، وعندك كام سنه وبتدرسي في سنه كام؟ انا جنى هاشم محمد، عندي 12 سنه، بدرس في الصف الاول الاعدادي في معهد فتيات ميت الخولي. ما شاء الله عليكي يا جنى. جنى، كلميني عن موهبتك يا جنى، وقولي لي ازاي اكتشفتي الموهبه اللي انت بتتميزي بيها، ونفسك تبقي ايه لما تكبري؟ تمام، اتفضلي قولي لي ازاي اكتشفتي الموهبه اللي انت بتتميزي بيها. هي دي موهبه من عند ربنا، فبدات انميها بان انا اسمع للقراء. وطبعا ماما كانت واقفه جنبي جدا، وبابا، وطبعا اشكر الاستاذ زيد واستاذ عبد الله. لسه هنتكلم معاكي، ما شاء الله احنا عايزين نعرف دلوقتي موهبتك ازاي، يعني ازاي اكتشفتيها، ونفسك تبقي ايه لما تكبري. معلماتي في المعهد هم اكتشفوا موهبتي وبدات ان انا انميها بقى. طبعا قولي لي يا جنى، ازاي اكتشفتي موهبتك وازاي نميتيها، ونفسك ايه نفسك تبقي ايه لما تكبري؟ دي موهبه من عند ربنا، فانا بدات انميها لما طبعا مدرساتي في المعهد هم بداوا يشجعوني، فبدات انميها بان انا اسمع للقراء والمنشدين. ونفسي لما اكبر ابقى منشده وقارئه كبيره زي المنشده ياسمين الخيام. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ممكن نسمع منك آية قرآنية أو إنشاد؟ أكيد طبعا كلنا متشوقين نسمع منك حاجة أو صوتك، تفضلي. هبدأ بالقرآن. تفضلي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. جميل، ما شاء الله، برافو عليك يا جنى.
ما شاء الله عليكي، صوتك يدخل القلب يا جنى ما شاء الله. مين من اسرتك بيشجعك ومين بيدعمك دايما ومين بيديكي باور وطاقه ايجابيه وبيسمعك دايما ومين بيقف جنبك؟ طبعا ماما بتقف جنبي كتير، وطبعا احنا مع بعض على طول بنجيب الاناشيد نحفظها مع بعض، وبابا طبعا بيدعمني دايما وبيقول لي خليكي وشجعي، هو بيشجعني اكتر هو وماما، فشكرهم جدا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله، انا واثقه ان انت هتحققي في يوم حلمك اللي انت بتحلمي بيه، انت واسرتك اللي بيدعموكي ما شاء الله. دلوقتي تحبي تسمعينا بعض الايات القرانيه ولا انشاد؟ نسمع حاجه صغيره انشاد. اتفضل. صلوا على خير المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا، يشفع لنا يوم الزحام. ما شاء الله ما شاء الله، احسنتي احسنتي يا جنى، الله يفتح عليك يا رب. قد ايه انت متمكنه من صوتك واثقه من نفسك ما شاء الله، بس قولي لي انت ازاي بتطوري من نفسك؟ يعني مثلا علشان تطلعي احسن ما عندك، يعني بتسمعي الانشوده او الايه اكتر من مره ولا بتقعدي تردديها ولا بتعملي ايه عشان تبقي متمكنه اكتر؟ ومين اكتر شيخ بتحبي تسمعي له؟ والله انا بحب اسمعهم جميعا وبحب اصواتهم جميعا، ولكن بحب الشيخ عبد الباسط اكتر. فهو انا بجيب الانشوده او الافتتاح او الايه القرانيه بسمعها كويس من القارئ او المنشد اللي بيقولها، فببدا ان انا ارددها واقولها بطريقتي، ولما اتمكن منها ابدا ان انا اصورها او تسجليها وتعرضيها. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. جنى رغم انك لسه صغيره بس قدرت توصلي لمستوى ممتاز ما شاء الله، واظهرت لنا قد ايه انت موهوبه. قولي لي عندك مواهب تانية؟ ويا ريت تسمعينا انشاد علشان انا حبيت صوتك قوي. عندك مواهب تانية؟ هو انا عندي موهبة الانشاد والقران، بقرا قران وبنشد وبقول ابتهالات. اتفضلي. نسمع انشاد طيب؟ اتفضلي. من كان يعبده ربه توفاه، وعابد الرب حي هو الله، حي هو الله، زهراؤه دمعا حدثها فابتسمت، يا فاطمة إني إلى لقاء ربي اليوم متجه، لا تحدثوا بعدي وامضوا على دربي، وأبشري بنتي فأنت أول من يلحقني من أهلي. من كان يعبده ربه توفاه، وعابد الرب حي هو الله، حي هو الله، يد النبي سقطت ورأسه ثقلت، على صدر زوجته عائش حبيبته، من ثورها امتحبت بدمع من القلب، من الغرفة قد خرجت نادت على الصحب، مات رسول الله، مات رسول الله. من كان يعبده ربه توفاه، وعابد الرب حي هو الله، حي هو الله. اهدأ أخي عمر وأغمد السيف، فالموت ذا قدر لا تهتك العرفا، هو يا عمر كأس
والكل شاربه وحبيبه وصفياه وخيله ونبياه، من كان يعبده رب توفاه، وعابد الرب حي هو الله، حي هو الله. الله عليك يا جنى، ما شاء الله، ده اي حد بيسمعك بيندمج معاكي وبيعيش معاكي. ابدعتي يا جنى والله. قولي لي يا جنى، لما حد بيسمعك كده ويقول لك رايه بتحسي بايه؟ بتفرحي وبتبقي مبسوطه، ولا بتكوني عامله ازاي، ولا بترددي وبتقولي ايه؟ يعني لما حد بيشجعني طبعا ببقى مبسوطه جدا، في تشجيع ودعم ليا، وطبعا اشكر كل اللي بيدعموني. طبعا حد في المدرسه وفي المعهد اللي انت فيه، انت في معهد ازهري يا جنى صح؟ أيوة. حد دعمك في المعهد الازهري وحد من المدرسين اكتشفك؟ طبعا الابله سهام، الابله شيماء، الابله ايمان، الابله ليلى، واشكرهم جميعا، كلهم طبعا وقفوا جنبي ودعموني، وطبعا كلهم اساتذتي الكرام، واشكرهم جدا. ما شاء الله يا جنى. في حاجه حابه تقوليها او تضيفيها يا جنى؟ تحبي تسمعينا حاجه كمان يا جنى؟ هقول ان شاء الله في سيال جل المنادي. اتفضلي. جل المنادي، جل المنادي ينادي، ينادي جل المنادي ينادي، ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. حقيقة يا جنى احنا استمتعنا بصوتك وبموهبتك الجميلة ما شاء الله. انت اخدتي جوائز بموهبتك دي؟ دخلتي شاركتي في اي مسابقات واخدتي جوائز فيها؟ انا شاركت في مسابقة ام الكرة وفي مسابقة الفرقان. جميل ما شاء الله. شاركتي بالانشاد وبقراءة القرآن؟ ايوه. ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ تحبي تسمعينا حاجة؟ سمعيني حاجة. صوتي جميل ما شاء الله. حبيب الله يا خير البرايا، حبيب بارك الله فيك يا جنى، ما شاء الله انت موهبة تستحق التقدير. ربنا يوفقك ودايما نشوفك متألقة وناجحة. وفي نهاية الحلقة أنا بشكرك جدا جدا يا جنى، وأتمنى ليكي دوام التوفيق في حياتك كلها بإذن الله، وتحققي كل اللي بتتمنيه. النهاردة استمتعنا جدا بوجود موهبة مبدعة زي جنى، وشفنا قد إيه هي طموحة وموهوبة وواثقة من نفسها وفي قدراتها، وياريت كل أب وكل أم يشجعوا أولادهم بالشكل ده، بحيث يطوروا من نفسهم ومن موهبتهم ويبقوا زي جنى، لأن الأسرة ليها دور كبير في تكوين الأبناء وتنمية مهاراتهم. مرة تانية بشكر جنى على الحلقة الجميلة دي. شكرا يا جنى. وبشكر كل مشاهد بيشوفنا دلوقتي، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم جميعا. وبمناسبة الشهر الكريم بوجه نصيحة لكل مسلم، ياريت تجددوا نواياكم وتبدأوا في رمضان بداية سعيدة، بنية صافية وقلب أبيض وما يعرفش الحقد والكره،
واعتبر رمضان شهر هدايه ومغفره من ربنا، وكان ربنا بيقول لك دي فرصتك علشان اغفر لك، فيا ريت بلاش نضيع فرصنا مع ربنا ونحسن عبادته. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صدق الله العظيم. واللي اقصده ان هنا نستغفر ربنا ونجدد التوبه اليه من جديد باستغفار، فهو غافر الذنب قابل التوبه. ربنا يتقبل منا ومنكم وينعاد علينا جميعا بالخير والبركه والسعاده يا رب. وبكده اكون ختمت معاكم حلقه النهارده من برنامج كن داعيا للخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.